من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا أمين. كهنتك يلبسون العدل وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك. هيأت سراجا لمسيحي وعليه يزهر قدسي هللويا. من إنجيل معلمنا ماري متى الإنجيلي البشير، بركاته على جميعنا أمين. وكان يسوع يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فزاع خبره في جميع سوريا. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه فعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانى، لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء، لأنهم يرحمون. طوبى لأنقياء القلب، لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانع السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إذا انفسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا أمين. حلف الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقصي ملشي صادق، لذلك يرفع رأسا هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا الإنجيلي البشير، بركاته على جميعنا أمين. ونزل معهم وقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه،
وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا ويشفوا من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النجسة وكانوا يبرؤون وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء والمجد لله دائما. البولس أصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس بركاتهم علينا أمين. وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي مثلما أصابني في أنطاكية وأيقونية وليسترا أية اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذني الرب وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون ولكن الناس الأشرار المرذولين سيقدمون إلى أرض مضلين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل كتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته أكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عز بكل آنات وتعليم لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى خرافات. وأما أنت فاصحى في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. بادر أن تجيء إلي سريعا لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي وكريسكيس إلى غلاطيا وتيتوس إلى دلماطيا لوقا وحده معي. خذ ماركوس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس
فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند كربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا، ولا سيما الرقوق. إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فاحتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالنا جدا. في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة، وسمع جميع الأمم فانقذت من فم الأسد. وسينقذني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى ظهر الدهور. آمين. سلم على فريسكا وأكيلا وبيت أنسيفورس. أرسطس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء. يسلم عليك أفابولوس وبوديس ولينوس وكلافيدية والإخوة جميعا. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم. آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا. آمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقكم والشاهد لآلامها المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبنى، كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وألما المتواضعون فيعطون نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. أمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا، أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقاومون. تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعا الذين في المسيح يسوع. آمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، وأما من يعمل بمشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا. آمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت إلى آسيا كيف كنت معكم كل الزمان، أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهارا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح،
لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. لا أشهد ببشارة نعمة الله، والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا. أنتم جميعا الذي مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهبا أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعددون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. اليوم 15 من شهر كياهك المبارك، في مثل هذا اليوم من سنة 38 للشهداء 322 ميلادية، تنيح القديس غريغوريوس بطريرك الأرمن الشهيد بغير سفك دم. ولد نحو سنة 257 ميلادية في عاصمة إقليم أرارات بأرمينيا من أب يدعى أناش من عائلة ملكية. مات والده مقتولا وبقي غريغوريوس مع أخيه، وهربت بهما مربيتهما إلى قيصرية الكبادوك حيث قامت بتربيتهما في حياة التقوى والقداسة. وكان غريغوريوس يتحلى بالفضائل مع نبوغه في العلم والفلسفة، ثم خدم في بلاط الملك تريداتا. وفي أحد الأيام أمره الملك أن يقدم ذبيحة للأوثان، فأخبره القديس بأنه مسيحي، فغضب الملك وأمر بتعذيبه، وكان الرب يخلصه ويشفيه. أخيرا أمر الملك بإلقائه في جب عميق، فأعد له الرب سيدة عجوز أبصر في رؤيا من يقول لها اصنعي خبزا وألقيه في هذا الجب، فكانت تفعل ذلك لمدة 15 عاما. فلما قتل الملك تريداتا العذراء ربسيما ومن معها من العذارى وأمر بطرح أجسادهن على الجبال، عاد فندم على ما فرط منه، لأنه كان يريد أن يتزوج بالقديسة ربسيما. ولفرط حزنه أشار عليه بعض أفراد حاشيته أن يخرج للصيد، وفيما هو راكب جواده اعتراه روح نجس وسقط على الأرض وصار ينهش في جسده، وغير الله شكله إلى صورة خنزير بري، فصار فزع وصراخ في
في القصر الملكي. رأت أخت الملك رؤيا الليل الملاك الرب يقول لها أن أخاها لن يبرأ ما لم يصعد غريغوريوس من الجب، وكان ذلك على 3 ليالي متوالية. فتحير القوم إذ كانوا يعلمون أنه قد مات. ثم أتوا إلى الجب وأصعدوه، فذهب وصلى فاستجاب له الرب وشفى الملك مع ترك علامك بجسده لتذكره بماضيه. وفتح الرب عيني الملك فآمن بالسيد المسيح واعتمد هو وكل سكان مملكته. ولما زاع صيت قداسة غريغوريوس طلبوا إلى رئيس ساقفة الكبادوك فرسمه أسقفا على بلاد أرمينيا، ويعتبر أول من بشر بالإنجيل فيها بعد القديس بارثولوماوس الرسول. وقد اهتم بالرعاية وتعليم الشعب ووعظه مدة نحو 30 سنة بحماس شديد، وحمل شعلة الإيمان إلى أمم وثنية كثيرة بالقرب من بحر قزوين، وتوغل حتى جبال القوقاز، فآمنت على يديه شعوب هذه البلاد، فعلمهم وعمدهم وبنى لهم كنائس، ورسم لهم أساقفة وكهنة، ووضع لهم قوانين ونظم العبادة. ولما أكمل جهاده الحسن تنيح بسلام بركة صلواته، فلتكن معنا آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس لوكاس العمودي، وكان هذا القديس بإحدى بلاد الفرس من أبوين مسيحيين فربياه على الأداب المسيحية. ولما صار شابا تجندا وتدرج في مراتب الجندية حتى صار قائد 100، وبعد ذلك أحب العزلة والعبادة وترك العالم وترهب بإحدى أديرة المشرق. ولما اشتهرت فضائله رسموه قصا على ذلك الدير، فنما في حياة التقشف وملازمة الصوم والصلاة، ثم قام على صخرة عالية مدة 3 سنوات. وفي إحدى الأيام سمع صوتا يدعوه باسمه ويأمره أن ينزل من على الصخرة، فنزل لوقته ورأى صليبا من نور يتقدمه إلى أن أتى إلى جبل عال، فمكث هناك مدة من الزمان. ثم أوحي إليه من الله أن يأتي إلى قرب القسطنطينية، فأتى إلى ضيعة قريبة منها وأقام على صخرة على شكل عمود مدة 45 سنة يجاهد جهادا روحيا بكل جهد، فأعطاه الله موهبة النبوة وعمل المعجزات، فكان يشفي كل من يقصده. ولما أكمل سعيه المقدس تنيح بسلام بركة صلاته، فلتكن معنا آمين. في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس حسقيال، كان هذا القديس من مدينة أرمنت، ترك أهله وصعد إلى جبل أرمنت حيث تقابل مع بعض الأباء السواح، فأرشدوه إلى حياة الوحدة وألبسوه إسكيم الرهبنة. عاش هذا القديس في البرية الجوانية بنسك شديد وعمل أتعابا كثيرة، ولما لم يكن له مصدر ماء قريب يشرب منه شرع في حفر بئر، فظهر له ملاك الرب قائلا: الرب نظر إلى تعبك الكثير، وهوزاء الصخرة تنبع لك ماء. وهكذا عاش في سيرة حسنة ملائكية. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بالسلام بركة صلاته، فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. أمسكت بيدي اليمنى وبمشورتك أهديتني وبالمجد قبلتني، وأنا فخير لي الالتصاق بالله، وأنا أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون. هللويا. من إنجيل معلمنا ماري يوحنا الإنجيلي البشير بركاته على جميعنا آمين. الحق الحق أقول لكم،
إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها. ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها، والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه، بل تهرب منه، لأنها لا تعرف صوت الغريب غرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع صوت لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة وراع واحدون.